في برشا عمق ويزمنا نحلوه مليح مليح. المنتخب التونسي مش يدخل في حسابات. المنتخب التونسي يلعب باش ينتصر ضد الكامبي ويحاول باش يبدا طالع اون بويسونس. maintenant كي باش نلعبوا بلاش حسابات خاطر احنا مأمنين اللي كون المنتخب التونسي ديما يلعب ويحترم الليتيك يحترم لي ريجل يحترم الفير بلاي دونك جوي ا فرانس وماتش لا pour se qualifier parce que maintenant on n'est pas qualifié. مازلنا مش مترشحين للوديان ومازلت مقابلة قدامنا لازمنا نربحوها باش نترشحوا. يعني قبل المنتخب التونسي باش نركز تركيز تام على ايجاد الحلول فوق الميدان وباش نكونوا متوازنين ونوصلوا للاهداف نتاعنا على مستوى النتائج. سي ساعات لا مانيش باش نحط المسؤوليه ولا لا عندي لا الرغبه ولا النيه باش نحمل اي طرف مسؤوليه اللي صارت على مستوى الاصابات هذوما. الوضعيات كل نعرفهم، كل كونديسيون كل نعرفهم، مانيش باش نمشي في الاتجاه هكا. انا وبقيت لي طرف فني تركيزنا كامل على ايجاد الحلول وكيفاش ندخلوا للمقابلات ونوصلوا للاهداف نتاعنا. ما يلزمكش تكون متشتت وما يلزمكش الطاقه اللي عندك تمشي تفرطها في برشا حاجات. المنتخب والجامعه مؤسسه فيها بليزيور سيلول، كل سيلول عندها المهمه نتاعها وكل واحد في المجال نتاعو يحاول يخرج احسن ما عنده ويحاول يكون بيرفورمان واحد بيرفكسيونيست في المجال هذا. التونسي ما نخافوا حتى المنتخب، ما يخافنا حتى المنتخب، جاهزين لاي منتخب. سي ان سين دو كونفيونس باش نلعبوا ونعرفوا اللي كونوا نتلاقوا بروحنا، نعرفوا اللي كونوا نحضروا روحنا كما يلزم، وبقدرة السميع العليم المجموعه هذه قادره باش ترفع التحديات الكل سون كالكول وما غير ما نغزروا حتى شوما هكا اللي هو انه هو الخير وانه هو الاحسن وانه هو الافضل للمنتخب التونسي. على الكوفيد قلت بيان سور معناتها نحبوا احنا نحبوا الجولات الكل نحبوا نلعبوا نحبوا نمثلوا تونس نحبوا نمثلوا المنتخب نتاعنا. المرض ينجم يصير معناتها ينجم يجي معناتها حتى انت في البيت وحدك. احنا قاعدين نعملوا لابسين الماسك نعملوا اللي نجموا اللي نقدروا عليه باش 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 ما نمرضوش. اما على الغالب ساعات ما نجمش you can control it.